ده السيسي. السؤال دلوقتي طرأ على ذهني مباشر دلوقتي حاليا. اتفضل. حضرتك من اسوان. أيوة. موال... اه انت اتولدت في اسنا بس عشت في اسوان طول فتره شبابك. ايوه. في قص في اسوان او امس اسمه مقص. ايوه. شفت له فيديو انا طالعه بحماسه وبمحبه بيطالب بتطبيق الشريعه الاسلاميه. ايه رايك؟ جبتها في عبك كمان. هذا الكاهن او هذا القس اعرفه من قبل ما يترسم كاهن. اها. يعني تخرج من كلية الإكليريكية وجيت واحتضنت محافظة اسوان. لما انا سمعت القصة دي او سمعت الجملة دي يعني سمعتها؟ شفت الفيديو. سمعتها. أه. احد الاصدقاء قال لي اسمع القصة دي او الفيديو ده. فاستعجبت. يعني للأسف انت تعرف ان انا اعز اسوان ورجال الدين في اسوان. انت بتحب الانبا هيدرا انت قلت لي. واقدر واجل واحترم الانبا هيدرا. لكن هذا الاب الكاهن للأسف قمة. يعني انا بحكم من خلال هذا الفيديو قمة في النفاق وقمة في يعني الرياء. واصبحت مهنته ان هو يحضر المؤتمرات الحزب. ايوه ايوه. وتأييد لسيادة الرئيس وتأييد لرئيس الحزب وتأييد يعني هم خلوا للعلمانيين وخلوا للشباب وخلوا للوطنيين ايه يقولوا ايه. يعني انا ما اعرفش. يعني انت اذا كنت راجل دين من ثوابتك انك انت المفروض الثوابت بتاعتك الصدق والامانه وانك انت لا تحابي الوجوه. لا يعني انت المفروض انك انت صاحب عقيده. طب ما تقول بصراحه انك انت عايز تحول للدين التاني. هحترمك برضه. يعني هو حر. انا لو هو قلع عمته وقال ويروح يغير دينه يغير. يعني انما انت بتطالب اللي ما بيطالبش به المسلم. انا بأسف لهذه النوعيه اللي كل شويه تانية لما يموت واحد ولا تموت واحده ولا تضرب قنبله هنا ولا يروح واحد ضحيه هنا يقول لك دول يعني نعمل لهم وطباهم انه اصبحوا شهداء. فيعني هو ايه اللي يمنع انهم يكونوا شهداء وناخد حقهم؟ هاو لو اخذنا حقهم مش هيبقوا شهداء؟ ولا دي مسوح بنتمسح بيها وخلاص على حائط مكه زي ما قلت حضرتك؟ على فكره عايز اقول لك يعني جذور النفاق واصول النفاق في رجال الدين. يرحمنا ربنا. انا عايز اقول لك حاجه النهارده رغم انه المفروض انه انا كراجل دين مسيحي او مسلم انا بتكلم بصفتي مسيحي انه لما يجيني واحد ويبلغني عن واحد شيء ما استمعلهوش ما بنيش رايي على اقوال الاخر على من طرف واحد. انما اصبحت سمة الكنيسة القبطية لا اريد ان اعمم قد يكون هناك استثناءات بعض الاساقفة لكن يكفي ان واحد يبلغ الاسقف او الكاهن ان فلان بيقول عليه او فلان واخد الموقف الكذا خلاص بلاك ليست انتهت. بلاك ليست ده تخلف ده مرض. طبعا ده مرض طبعا ليس له في المسيحية أي علاقة. إيه ده؟ يعني معنى كده في مثل صعيدي كان معنى كده إن ما شتمك إلا اللي بلغك.
معنى كده انه اداره الكنيسه كمؤسسه بتدار بالودن. عصافير، نظام عصافير بتدار بالودن. العصافير زي المخبرين. انا لم ادرك مدى هذه الافه ومدى هذه المصيبه والكارثه في الكنيسه القبطيه، انه كل واحد بيدوي ودنه ومين الاسبق انه يسمع دي يعني. يرحمنا ربنا. انا عايز اقول لك حاجه، عجبني اخ واعظ مسلم وعلامه كبير، ويعني في يوم من الايام نزل في اليوتيوب: ما لي ارى الاسلام وقد اختطف، الاسلام اختطف، هل يليق ان يقتل ويذبح باسم الله والتكبير؟ وهات في اعتقد الدكتور عدنان، عدنان ابراهيم، عدنان الدكتور عدنان ابراهيم بصورة حماسية وانفجارية وتعدت الآلاف ومئات الآلاف التعليقات إنه يرفض أن يتهم الإسلام بالإرهاب وأن يكون فيه من يدعو للإرهاب. لا، لأنه إن إزاي بتكبر وإزاي بتذبح بني آدم وإزاي بتمارس العنف وإزاي بتتهم الغرب بالكفر وإنت عايش منهم، بتاخد منهم بدل بطالة وبدل وبدات للاطفال وعايش في سلام وفي امان وانت هارب من بلدك. مش دول اللي احنا بنقول عليهم كفار. الراجل بيدافع وبيقول انه انا مالي ارى الاسلام وقد اختطف من اصوله. فانا النهارده لما ارى تصرف بعض الكهنه وبعض الاساقفه، بل معظم اساقفه اوروبا، بيتعاملوا باسلوب لا يمت للمسيحية بشيء، لا يمت للمسيحية بشيء، فأنا بقول بكرر كلام عدنان إبراهيم، بقول له المسيحية اختطفت من مبادئها. ما لي أرى المسيحية تخطف من مبادئها. إيه ده؟ المبدأ الأساسي بتاع المسيحية المحبة، وكده خلت المسيحية والتصرفات دي من المحبة، المحبة تعني الصفح. أن النهاردة يقفوا على المنابر ويعزوا عن المحبة والتسامح، وهو لأخوه اللي هو لبس العلم الكاهن ما بيسامحوش. إذا كان أنت بتسامحه وهو مش بيسامحك، وده أسقف يعني، هو بيغلط فيك وهو بيرتكب حماقات وبيرتكب يعني عارف مدى ال 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 وفي نفس الوقت انت تسامح وهو معلم الدين والاسقف وموضوع عليه اليد، وتقعد بقى تحط بقى صاحب القداسه وصاحب ما اعرفش ايه وصاحب، خد في الالقاب الحبر والجليل. ما كان مش 30 سنه ولا 40 سنه يقول لك الحبر الجليل الطوباوي المقدس مش عارف ايه، ده تخاريف، ده مرض. تمام. ايه ده؟ هو يعني مش ممكن احنا بنعيش في اختطاف المسيحية. هو احد الكهنة قال لك من كتر القديسين في الكنائس نسينا المسيح. يا راجل راح المسيح وسط القديسين، لان حتى بعض الاباء يا راجل القديسين يا راجل بقول لك انت القديسين بتروح، يعني هو يكون غلط فيك وهو يكون مسيء ليك ومعسر ليك، ومع تقول معلش اروح الكنيسه اتناول اسامح، لكن الكارثه ان هو ما بيسامح، هو ما بيسامحش، بس بيوعظ عن السماح. هو بيوعظ عن السماح لعلمك، هو ما بيسامحش، ده موضوع تاني، لكن بيقف يوعظ. انا وبيدي اللي في المنهج، اللي انا ملاحظه بيدي اللي في المنهج، المنهج بتاعه بيقول كده، لكن هو بالمنهج اكبر مش قصة. اكبر وعاظ في تاريخ البشرية وأكبر معلم الدين والتفسير على وجه الأرض في الست قارات هما القساوسة أو الشيوخ المسيحيين المصريين، ملوك في الوعظ. وبعدين الناتج الجانبي الحبكة
سيف الحك. يعني الناتج الجانبي ما فيش، مش هتلاقي ناتج، الناتج الروحي ما فيش. انعكاس المجتمع ايه؟ تبص تلاقي كل المطربين بحبك يا مصر، وهو لا يعرف عن حب مصر ولا عنده استعداد انه يبذل اقل شيء لهذه البلد اللي ادت له ملايين وملايين ومليارات. هو بيقول بحبك يا مصر عشان الكليب، كمان الكليب، لكن يعني يتغنوا بحب مصر زي بالتوازن. بالتوازن الواعظ احسن واعظ في التاريخ، الشيخ احسن مفتي في 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 على في في العالم الاسلامي كله في من مصر، لكن عشان تحس الناس دي بتعمل بهذا الوعظ. انت بتشوف شيوخ بيدعوا للجهاد والارهاب، عمرك شفت شيخ ودى ابنه للجهاد والارهاب؟ لا يمكن. يوديه في امريكا واوروبا يتعلم، لكن لما يوعظ في الجامع يوديهم يجاهدوا الجهاد والارهاب في الجامع بتوع السعوديه، لكن يبعت ابنه لا قالوا جامع. واحنا نفس الشيء. يعني اصبحت، انا بعتقد وبرضو هشمل عشان انهي انه الكنيسة والجامع للأسف موزعين لرشدة النفاق، وموزعين رشدة تفتيت الوطن، النفاق ثم النفاق ثم الخداع ثم ثم ثم. يعني أنا يعني عايش 35-37 سنة في أوروبا، لا شفت وعاظ ولا شفت مفتيين، والحياه ماشيه في قانون، تقطع تذكرتك والا ما قطعتش التذكره هتتعاقب وهتاخد غرامه، اخذت كسرت القانون هنا هتعاقب في هنا، انتهينا. مش العالم ليس بحاجه الى وعاظ باختصار، لانه اصبح كله رياء ثم رياء ثم نفاق. يعني للاسف احنا يعني نسبة كبيرة من الأمة جهلة، وبيقول لك أن تحكم حكم أمة جاهلة أسلس وأسهل من حكم أمة متعلمة. طبعا ده هيقول ماه ويمشي وراك على طول. فيعني للأسف تجربتي يعني بتقول لي، أو اللي أنا شفته، أنا ممكن أقول لك أشياء أنا عارف. انا عارف، يا ريت بس الـ يعني هتيجي ايام تانية نحكي ونتكلم في امور تانية وتانية، واذا احتاجنا نتكلم بالاسم برضو نتكلم بالاسم. خلينا احنا على المتغطي، يمكن النايم يصحى، يمكن النايم يصحى. الاستاذ ديفيد النهارده في كلامه ذكر عده نقاط كتيره جدا، واستفدنا منه استفاده عاليه جدا. في الجزئية الأخيرة كان بيتكلم على أن ممكن رجال الدين بإحساس وطني ممكن يصابوا بنوع من النفاق أو الرياء أو الكذب، وبيعتبروه كذب من أجل الوطنية. لكن أنا بقول لا، مفيش حاجة اسمها كذب من أجل الوطنية، كلنا وطنيين، كلنا وطنيين. يعني إحنا قاعدين أهو وجنبينا صورة الهرم وصورة النيل وصورة المراكب وصورة الشمس، كل ده موجود. يعني مصر بأهرماتها بنيلها بشعبها في قلبنا من جوه، وما فيش حد يقدر يزايد على وطنيتنا وحب وطنيتنا وحب بلدنا. فالوطنية مش معناها أن نافق، الوطنية مش معناها أن أكذب. وعلى فكرة الشعب المصري ذكي مش شعب غبي، يعني حتى أخواتنا المسلمين لما احنا بننافق زيادة بيعرفوا أن احنا منافقين، ما بيبلعوهاش كده، هما بيعدوها بس عارفين من جواهم ان الكلام ده كده. لو طلع واحد مننا وقال مفيش اضطهاد، هما عارفين ان الكلام ده كده، ده انت بتاخد على دماغك كل يوم، هما عارفين. فبالتالي مش من الحكمة ابدا النفاق ولا الرياء. قنواتنا الفضائية، قنواتنا الاعلامية القبطية، الكلام اللي احنا بنقوله هنا مش هتنقله، لان الاوامر طبعا جاية فوق من السلطة الكبرى الكنسية، ما ينفعش حد يتكلم ضد الكهنوت أو ضد رجال الإكليروس.
لكن احنا هنا ما عندناش خطوط حمراء، مش ما عندناش خطوط حمراء يعني قلالات ادب، لا، ده احنا متأدبين ومتعلمين ومعروفين بالادب والاخلاق، لكن ما بنسكتش عن الظلم، ما بنسكتش عن الكذب، ما بنسكتش على النفاق، ما بنسكتش عن اضطهاد اخواتنا، وما بنسامحش في دم شهدائنا اللي بيموتوا كل يوم. راجعوا افكاركم، وعشان بقول للي ممكن ياخد الكذب طريق او الكذب سكه، النهارده شعبك هيعرف انك انت بتكذب هتفقد شعبيتك، بكره العالم بره يعرف انك بتكذب يفقدك، فبالتالي هتخسر الخارج والداخل، وقردي مفيش حكومه بتحترم حد. يا ريت نلتزم الصدق ونقول كلمه الحق او لنصمت، زي المثل اللي بيقول لتقل حقا او لتصمت. نطالب بحقوقنا، نطالب بحقوق شهدائنا، ما بننساش حاجه، ما بننساش حاجه. في نهايه هذا اللقاء وقبل ما اودع الاستاذ سمير، بقول ان هو بيتكلم من احساسه انه كمصري ان في حاجات غلط، هو مش وراه حاجه او مكسب مادي، ولا انا ورايا مكسب مادي من القصه دي، لكن عايزين نشوف كنيستنا ومحروقين على كنيستنا ومحروقين على رجال الدين اللي هم يظهروا بمظهر مش المظهر المطلوب، وفي نفس الوقت محروقين على ولاد شعبنا ومحروقين على بناتنا اللي بيضطهدوا واللي بيتخطفوا واللي بيتقتلوا كل يوم. في نهايه هذا اللقاء بشكر الاستاذ ديفيد، وبتمنى ان هو يعني يشملني دايما بالزياره ويشرفني دايما، ونعمل حلقات ونقعد مع بعض ونستفيد من خبره حضرتك. شرفتنا كتير. انا اللي بشكرك، وبسعد جدا جدا لما بشوفك تعيش وبطمئن عليك، وبتبقى رحلات جميله جدا بنلتقي فيها بعد فترات طويله، وبمناسبه العيد وراس السنه كل سنه وانت طيب. وانت طيب حضرتك، وشكرا لكم احبائي، اخذنا وقت طويل معاكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. شكرا لكم.